رافق المرحلة أعداد رجاء بقاضي إخراج سليم السبعة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مخطوطات مهاجرة، وفيها نتناول مخطوطة كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، وهي محفوظة في مكتبة السليمانية في إسطنبول. حقق الكتاب سهيل زكار ورياض زركلي، ونشرته دار الفكر سنة 1997. وعليه نعتمد في التعريف بالمخطوطة ومؤلفها. البلاذري هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود أبو بكر، وقيل أبو الحسن. ترجم له كثير من المؤرخين من أمثال ابن النديم في الفهرس، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ويعقوب الحموي في معجم الأدباء. ويعد البلاذري واحدا من ابرز مؤرخي القرن الثالث الهجري، وهو بحق من اكثر مؤرخي الفتوحات. وقد ولد على الارجح في بغداد سنه 800 هجريه، وعاش مع شبابه في بغداد في حين تفتحت فيه ازاهير واينعت ثمار العلم ونشطت حركه السكنه والنقل بعد أن فتحت النوافذ على ثقافات الأمم الأخرى. وكان من الطبيعي أن يتأثر هو بمثل هذا الجو الأدبي والعلمي، ولا عجب، وقد كان من أسرة عرفت بممارستها للأدب. فقد كان جده جابر بن داود يكتب للخصيب صاحب نفسه. وقد تنوعت مواهب البلاذري، فكان كاتبا أديبا شاعرا راوية للأخبار نسابة، وامتاز بذهن متوقد وبذاكرة تختزن المعلومات الغزيرة. وبعد أن استوعب البلاذري ما لدى شيوخ العراق من علوم الحديث والأخبار والأنساب، بدأ يبحث عن مصادر أخرى ليأخذ ما لم يجده لدى شيوخه في العراق. وهكذا اختار بلاد الشام التي كانت تعد بالنسبة للحديث في مرتبة تالية لمرتبة العراق في تلك الحقبة. وكان البلاذري كما يقول المحققان إلى جانب ضلوعه بالعربية والشعر وعدد من العلوم الأخرى متمكنا من الفارسية، وقد نقل عنها إلى العربية شعرا كتاب عهد الزشير، كما خلف عددا من المؤلفات منها كتاب البلدان الصغير
وكتاب البلدان الكبير، ويتحدث المحققان عن كتاب البلاذري أنساب الأشراف، فيقولان أرخ البلاذري في هذا الكتاب من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، واهتم بها أكثر من الجوانب السياسية والعسكرية. ومفهوم الأشراف لديه هو المفهوم العربي القديم، لكن خلال تاريخه كل بيت قديم ألحق به أخبار مواليه الذين وصلوا إلى مراتب الثروة والشرف، مثل آل أبي بكر. بدأ البلاذري كتابه بالحديث عن أنساب القبائل العدلانية، ويبدو أنه كان بعد استيفاء أنساب القبائل الحديث عن القبائل الإسلامية، لكن وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد بني عدنان من البشر ومن الكتاب مسلمة بحكومة نبوية، نشرت دماغها حول عرض ما قبل الإسلام مع شيء أكثر مكة المكرمة. وبعدما فرغ من السيرة النبوية تابع التاريخ لأشراف بني هاشم بن عبد المناف، أي الإمام علي كرم الله وجهه وآله وآل أبي طالب، ثم انتقل بالتاريخ لأمير المؤمنين. وبعدما فرغ من التاريخ لبني هاشم شرع التاريخ لبني هاشم،